الإيجابيات والسلبيات، وأخذا في الاعتبار أنها فترة مؤقتة ليس تأجيل لأجل غير مسمى. ومن ثم كان تحديد الموعد تحديدا اتقال 8 مارس، ما اتقالش حتى أسبوعين، اتقال وتبدأ الدراسة يوم 8 مارس. بعد كل هذه الحسابات والاعتبارات يعني وجد أن من الأفضل أو ارتأى المجلس أنه من الأفضل اتخاذ مثل هذا القرار. طيب سيد سفير، خلي حضرتك معايا اشوف يعني راي الدكتور كمال موريس الباحث بالمركز القومي للبحوث التربويه. دكتور كمال اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بسيادتك. دكتور كمال، تاجيل الدراسه لمده اسبوعين لاسباب امنيه ولاسباب انشائيه تتعلق باستكمال بناء المنشات، وايضا في اسباب تتعلق بانفلونزا الخنازير. هل التأجيل شايف انه يعني كان مهما ان يتم التأجيل لهذه الاسباب؟ يعني انا اظن انه التأجيل كان مهم، او على الاقل كان ممكن نأجل فترة اقل من كده ونشوف. بس على اي حال هو بيعكس حالة من التخبط الشديد والتضارب الشديد في المنظومة كلها، محدش مستعد يتحمل مخاطرة. عندنا استعداد، عندنا إحساس بأن منظومة الصحة ومنظومة الإنجاز ومنظومة الإنقاذ ومنظومة إدارة الأزمات منظومة منهارة، فضلا عن أننا إحساس بأن منظومة التعليم نفسها لا تؤدي وظيفتها بالشكل المطلوب والمحترم. وبالتالي أصبحنا يعني ما تفرقش معانا إذا كنا نعطل الأولاد يوم أو اتنين أو أربعة، وكل ده حتى دون ما يكون عندنا خطط بديلة في مثل هذه الحالات. طيب يعني شايفوا أنه ده يعكس حالة تخبط داخل الحكومة؟ بالتأكيد يا فندم، حالة تخبط داخل الحكومة، ويكفي أن الوزير يصرح في وقت من الأوقات أنه ده علشان التماسك الأسري. وأنا أعتقد يعني التماسك الأسري ما يعني مش هيكفيه أسبوعين ولا اتنين ولا أربعة. احنا يعني بصراحة الواحد يستاء من مثل هذه التصريحات، نريد أن يعني نأخذ أمورنا بجدية أكثر من كده وبوضع أسس ونظم تكفي لمواجهة الحالات دي. يعني أنا كان متصور مثلا أنه في خطط بديلة، في أن الأولاد تروح تأخذ واجبات وترجع، في أن الأولاد يروحهم سنة واحدة كل يوم ياخدوا الواجبات بتاعتهم، في اننا نفكر في استخدام منظومة الكمبيوتر والتكنولوجيا في مثل هذه الحالات، لكن للأسف الشديد ما فيش حد مهتم. دكتور كمال بتوجه إليك بالشكر. سيد سفير، في تعليق أخير، هل ده بيعكس حالة تخبط داخل الحكومة كما قال الدكتور كمال؟ يعني هقول لحضرتك إيه بس أستاذ وائل، يعني الكل أصبح خبراء في التحليل وفي التقييم، مع كل الاحترام لما ذكر لا يوجد أي تخبط على الإطلاق. يعني خلينا نتقبل وجهات النظر. يعني أنا عشان كده بقول لحضرتك مع كل الاحترام أنا بدأت كلامي لكل وجهات النظر، وطبعا بنستفيد منها وكمان